بره مصر بقى بعد ما لاحظوا جمال شواطئهم ابتدى ياخدوا بالهم من حاجة تانية احنا لسه مش واخدين بالنا منها خالص، خطر كبير من الأكياس البلاستيكية على الحياة البحرية وعلى الشواطئ. وعشان نحافظ على شواطئنا والكائنات البحرية النادرة الموجودة فيها، جبنا لكم بوست لأسامة عبد العليم اتكلم فيه عن تقارير لقنوات إخبارية أجنبية عن موت كائنات بحرية على شواطئ دول كتير بسبب الأكياس البلاستيكية. أسامة قال في البوست ده إن بي بي سي نشرت من كام يوم خبر عن إنهم لقوا حوت عنبر اسمه سبيرم ويل ميت، لقوه ميت على أحد شواطئ إندونيسيا، لقوا في بطن الحوت، تخيلوا الأرقام مفزعة إزاي، 6 كيلو من البلاستيك، 6 كيلو في بطن الحوت منتجات بلاستيكية، 6 كيلو يا مؤمن، متخيل الرقم؟ وإليك عزيزي التفاصيل. 115 كوباية بلاستيك، 25 شنطة بلاستيك، 19 قطعة بلاستيك صلبة، 4 أزايز بلاستيك، 3.5 كيلو سلوك وخيوط بلاستيكية، فردتين شبشب في بطن الحوت. تخيل يعني سيادتك لما تبقى واقف على الشط وترمي كده وتقول بوليكاتا لافين صباع محشي، وترمي الكيس اللي انت جايب فيه حلة المحشي، او وانت قاعد بتاكل ايس كريم وبترمي الستيك بتاعت الايس كريم، او وانت قاعد تشرب ازازة بيبسي وبترمي ازازة البيبسي. الحاجات دي غير انها بتبوظ منظر الشط، وبعد شوية لما تيجي تنزل البحر تلاقي الحاجات حواليك تقول ايه القرف ده، هما ازاي ما بينظفوش. الحاجات دي ممكن توصل لبطن كائن حي تكون انت جزء من السبب في وفاته. تخيلوا ده المنظر اللي لقوه جوه بطن الحوت. نفس الكلام حصل برضو في شهر يونيو اللي فات، لقوا حوت طيار اسمه بايلوت ويل بيحتضر على احد الشواطئ في تايلاند، ومات بعد فشل محاولات الانقاذ، ولقوا في معدته 80 كيس بلاستيك وزنهم مجتمع 8 كيلو بلاستيك. ده كان بيمنع وصول المواد الغذائية اللي محتاجها الحوت لجسمه. متوسط وقت استخدام يا جماعة الكيس البلاستيك هو 15 دقيقة. يعني الناس بتاخد الكيس البلاستيك من البقال أو في السوبر ماركت أو من المحل اللي بتشتري منه هدوم، ترميه بعد أقل من ربع ساعة. شفت ناس بترميه بعد ثواني، بتاخد فيه الحاجة وتطلع ترميه في الزبالة بره، يحطها في شنطتها. ده كان في بطن الحوت، تخيلوا تطلع من المحل بتاخد اللي فيه وترمي كيس البلاستيك. ده بيقعد موجود على كوكب الأرض عشان يتحلل 500 سنة، ويعالم هيتسبب في قتل كام كائن عقبال ما يتحلل. عشان كده دول عالم كتيرة جدا يا جماعة وقفت التعامل بالأكياس البلاستيكية. رجعنا تاني في دول العالم نفهم الورق، أكياس الورقية مهمة إزاي، أو الأكياس المصنعة من المواد المعمول لها ريسايكلينج أو إعادة التدوير، ومواد أخرى سريعة التحلل. يعني زي ما كنا زمان كده بنشوف في الأفلام تلاقيه ماسك كيس بني كده من الورق جايب فيه الفاكهة، وكياس تانية تبقى جايب فيها حاجتك. في دول عربية زي المغرب مثلا ما فيهاش أكياس بلاستيك، سموا الأكياس البلاستيك الميكا، ما فيش ميكا هناك، بيعملوا أكياس ورق. دول أوروبا الأكياس كلها فيها ريسايكلد، معمولة من إعادة التدوير المخلفات دي. حتى في ماركة مش هنقول اسمها طبعا للقهوة مشهورة جدا، هي أمريكية، عندهم خطة في خلال سنتين تقريبا هيكون الأكواب بتاعتهم مش من البلاستيك، من مواد سريعة التحلل. تخيلوا الكوكب بقى يفكر في إيه، والناس شافت هي بوظت الأرض قد إيه. الفكرة هنا إن الكائنات دي مش بتعرف تفرق ما بين أكلها وما بين البلاستيك. السلاحف المائية على سبيل المثال غذائها المفضل هو أناديل البحر، فلما بتشوف كيس بلاستيك في المية بتفتكره أنديل وبتاكله، كيس ورا التاني ورا التالت ورا الرابع تتخنق وتموت. السلاحف اللي احنا بنصطادها وبنقتلها اللي هي خلاص قربت على الانقراض، زي ما كتير جدا من الحيوانات انقرضت بسبب اللي بيعمله الإنسان. ببساطة تقدر تحافظ على بيئتك وترحم الكائنات الحية من حواليك بإنك تستبدل الشنط البلاستيكية بالشنط القماش الأمتن وبتعيش أكتر، وتقدر تاخدها من مكان لمكان، ودي هتلاقيها بتتباع في كل مكان على فكرة وبأسعار مناسبة ومصرية، وبتحافظ على الموروث الثقافي وبتصنع وبتساعد وبتساند الصناعة المحلية. شيء مهم جدا جدا جدا، ممكن الناس تشوف إن ده هايف، لكن ده حاجة مهمة.